بدأنا نفتح سينمات تاني بعد ما كانت بدأت تقفل. أقول إن ده مؤشر جيد جدا إن السينما بدأت تقف على رجليها. الحمد لله إن في ناس منتجين بدأوا يحطوا فلوس تاني في السينما. إحنا كان بقالنا 3 سنين من القحط، مفيش صناعة، صناعة واقفة، كل المشاريع بنحاول نعتمد على نفسنا. يمكن نيو سنشري الشركات القليلة اللي فضلت تضخ فلوس وتضخ أفلام في ال4 سنين رغم توقف معظم المنتجين. كان في السوبكي وكان نيو سنشري، والاثنين احنا شاكرين للاثنين ان هم فضلوا يضخوا فلوس في الصناعه. والحمد لله ان بعد الموسم الاخير ده الناس بدات تتشجع تاني وتحط فلوس بقلب جامد. انا فخور وسعيد ومتفاجئ ان نيو سنشري اختارت بعد 4 سنين من نزول 6 7 8 انها تفتح بيه سينماتها الجديده، مع انها عملت افلام كتير. في اعتقادي جزء منه تكريم عشان اللي حصل من اسبوعين. كان المؤلف العالمي باولو كويلو على تويتر علق على 6 7 8 انه شافه في التلفزيون في البرازيل، وانه شافه رايه كان فيه ان هو فيلم عبقري وانه لازم يتفرض على كل الرجاله اللي في العالم. فنيو سنشري في اعتقادي عملت بقى تكريم صغير كده للفيلم يعني، وكان اصلا تعليق باولو كويلو في حد ذاته يعتبر جايزه يعني. فانا شاكر جدا نيو سنشري انها فاكره الفيلم، شاكر جدا نيو سنشري ادتني اول فرصه في التاليف واول فرصه في الاخراج، وانها مكمله معايا وانها بتنتج لي فيلم جديد، فمش عارف اشكرهم ازاي يعني. اعمالي اللي جايه فيلم اسمه اشتباك، تاليف خالد دياب ومحمد دياب، اخراجي ان شاء الله، وفيلم تاليفي مع خالد دياب وشيرين دياب اسمه طلق صناعي، وده اخراج خالد دياب. وفيلم ثالث بس لسه ما بنعملوش اسم، بنشترك فيه احنا الثلاثه مع بعض. فكره الورشه احنا الثلاثه مع بعض بنالف دلوقتي كل مشاريعنا بنعملها مع بعض. كفايه الفكره نفسها ان 6 7 8 يتم ان الناس تشوفه تاني وتعرض على سينما كبيره بعد 4 سنين. لو ما جاش ولا انسان انا شاكر وسعيد ومبسوط.